للمزيد ينضم إلينا من لندن مراسل غد عمر المنيري. ما أسباب هذه الأزمة وهذا الهجوم من كامينغز على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؟ نعم نعم هي في البداية كانت تلك التسريبات التي حدثت لتبادل رسائل نصية بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والسير جيمس دايسون صاحب الشركة الكبرى لتصنيع الأدوات المنزلية ومنها شركة شهيرة جدا. وهذا كان هناك اتهامات مباشرة لدومينيك كامينغز على أنه هو السبب في تسريب مثل هذا، لكن في رد فعل من دومينيك كامينغز هو رد قال أنه لم يكن هو السبب في هذه التسريبات، ولكن هناك أشياء كثيرة يجب التحدث عنها. ومن ثم نشر في مدونته، وهي المرة الأولى بعدما تم إقالته أو إجباره على الاستقالة من داونينج ستريت ككبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون والحليف الأقرب له على مدار سنوات، قال أنه هناك ليس فقط دايسون، موضوع دايسون ليس هو السبب، هناك أيضا أشياء أخرى ومنها تبرعات أو محاولة بوريس جونسون أن يحصل على تبرعات خاصة بتجديد شقته التي يسكن فيها كرئيس للوزراء، وهي في مقر رئيس الوزراء فوق 11 من داونينج ستريت، وهي مقابل 10 من داونينج ستريت. وهذا معناه أنه ربما سيكون هناك مساءلات قانونية حول طبيعة هذا، حول طبيعة محاولة جونسون الحصول على تبرعات مثل هذا، وهي ربما لا تكون قانونية. في المقابل حزب العمال المعارض والسير ستامنر والذي قال وطلب أنه يجب إجراء تحقيقات مباشرة حول هذه التبرعات وحول إمكانية هذه التبرعات كيف سيكون هذا، ولكن 10 داونينج ستريت قال أنه ليس هناك أي شيء يذكر، وكل التبرعات التي قدمت للوزراء ورئيس الوزراء هي من ضمن العمل الخاص ويتم تقديمها مباشرة وتم تقديمها مباشرة. لكن في المقابل كامينغز حتى يدافع عن نفسه من سلسلة المزاعم التي قالها، قال أنه مستعد تماما لتقديم العون لأي لجنة من مجلس العموم البريطاني إذا ما أجرى تحقيق. لكن هذه الزوبعة وهذا ربما يأتي بعد سلسلة أخرى من المزاعم حول هناك تورط لرئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون مع إحدى الشركات الكبرى، وهذه ربما يعيد للأذهان فترة التسعينات حينما كان يتم رشا بعض النواب وقضايا شهيرة كانت تسببت في خسارة حزب المحافظين سمعته، ومن ثم تولي حزب العمال هذا. ربما نستعيد هذا السيناريو مرة أخرى، ربما سيكون هناك أشياء أخرى ستظهر فيما بعد، لكن بالتأكيد هذا الهجوم من كامينغز هو ربما رد اعتبار له الذي تم إجباره في النهاية على الخروج من 10 داونينج ستريت بعد صراع على السلطة مع النواب مع الوزراء، ومن ثم تم إقالته أو إجباره على إقالة. ربما هذه وسيلة دفاع شخصية، لكنه قال أنه على استعداد للتعاون في أي تحقيق يتم إجراءه. عدا عن نفي رئاسة الحكومة لهذا الهجوم من دومينيك كامينغز، هل كان هناك أي ردود فعل من بوريس جونسون على ذلك؟ نعم، بوريس جونسون في الأيام الأخيرة حول الرسائل النصية كما ذكرنا في التقرير وأمام مجلس النواب مجلس العموم قال أنه لن يعتذر لأنه هذا شيء طبيعي وأنه كان يحاول أن إنقاذ الدولة وكان يجب الحصول على مثل هذه الأجهزة. لكن هناك أيضا ضبابية كثيرة في بعض المعاملات، وخصوصا هناك محاولة للمحسوبية بالنسبة لصديق مقرب من خطيبة رئيس الوزراء في محاولة لبعض الاستفادة من بعض المحسوبية وبعض الإجراءات الخاصة بالضرائب،
نفس الشيء كان بالنسبة لدايسون، نفس الشيء بعض الوزراء هناك اتهامات داخلية أن هناك نوع من المحسوبية الكبيرة ويتم محاولة تفضيل البعض على الآخرين، وهذا ما تريده المعارضة في فتح مثل هذه الأمور، وخصوصا أن المعارضة ضعيفة الآن وليس لديها شعبية على أرض الواقع مع حصول بوريس جونسون وحكومته على أفضلية أو شعبية كبيرة بعدما تجاوزت بريطانيا ويبدو ذلك جائحة كورونا. كل هذا يصب في أن هذا هو وقت كامينغز أن ينشر مثل هذه المزاعم ويرد الاعتبار لنفسه. بوريس جونسون الذي كان حليفا مقربا لكامينغز، وربما كامينغز هو كان السبب الرئيسي فأن يحصل أن يكون رئيس أن يكون جونسون هو رئيس الوزراء الآن، يريد كامينغز أن يرد الصاع صاعين، وهذا يبدو من هذه المزاعم. وأيضا بوريس جونسون ليس بالشخصية السهلة الذي استطاع في خلال سنوات أن يقيل أو يسقط تريزا مي رئيسة الوزراء السابقة، سواء هناك الكثير من الحديث التي تقول أن جونسون يستطيع اللعب على جميع الأطراف والحصول على ما يبتغيه حتى لو كان من قبيل دفع البعض لتقديم التبرعات. لا ننسى أنه إبان فترة البريكزيت كان هناك محاولات كبيرة من جونسون من إقناع الجمهور البريطاني بأن البريكزيت سيحصلون على مليارات من الأموال إذا ما خرجوا من الاتحاد الأوروبي، وهذا لم يكن صحيحا في النهاية، لكن لم يستطع أحد أن يثبت أن جونسون استطاع أن يستغفل الجمهور أو يستطاع أن يغطي على ما هو كان يريده. لكن في النهاية هو نجح بوريس جونسون في أن يكون رئيس الوزراء، ونجح الآن في أن يثبت أنه لديه القدرة التامة على قيادة هذه البلاد حتى لو كان هذه المزاعم وهذه هناك بعض التعليقات من داخل حكومة بوريس جونسون يقولون أنه هذا أمر طبيعي مثل موضوع شقة بوريس جونسون التي يسكن فيها الآن، ومحاولة تجديدها من ضمن بتبرعات من بعض رجال الأعمال، أنه هذا الموقف ربما لو تكرر إبان فترة توني بلير لم يكن سيحدث أي شيء، وأنه هذا شيء طبيعي، محاولة لتجديد شقة بأموال خارج نطاق الدولة، وهذا شيء قانوني. عمرو المنيري مراسل غد من لندن، شكرا لك.